أكيد بنرحب بضيوفنا الفنان بشار شعبان منظم الورشة، ونادية صدقي خريجة كلية الفنون الجميلة ومن المشاركين كمان بالورشة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا صباح فيكم. خير. صباح نور. أهلا وسهلا يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. صباح نور. رح نبلش معك بشار، وخلينا نحكي أكثر عن فكرة الورشة والهدف منها. الحقيقة هي ورشة عمل فنية كان بمناسبة خلينا نقول اليوم العالمي للألغام اللي هو بأربع نيسان، بلشنا قبل باسبوعين. طبعا هو برعايه وتوجيه من صندوق الامم المتحده للسكان وكاله الامم المتحده للتوعيه بالالغام. فكانت ورشه عباره عن لوحات فنيه توعويه، هدف منها ان ننبه الناس خاصه بالاماكن فينا نقول الريفيه اللي كان فيها اشتباكات عن خطر الالغام والبقايا المتفجرات او بقايا الشظايا غير متفجره. فبصراحه كان تحدي كبير نحن كفنانين لانه موضوع شوي حساس، وتعرفي الفن هو احساس وشيء مرهف. فبصراحه البدايه كانت باختيار 15 طالب وطالبه وخريجين من كليه الفنون الجميله المختصين بهذا النوع من الاعمال اللي نحن فينا نقول اعمال جرافيك ديزاين او اعلام. وتمت بصراحة أول فترة، أول يومين كان هو طبعا أغلب الناس وكلنا كنا وهلأ أغلب المجتمع ما عنده أي فكرة عن هذا الخطر، لأنه خطر مبهم وغير موجود، يعني غير مرئي. تمام. فالشباب بصراحة بالبداية كان شوي هيك متخوفين أو مترددين لأنه موضوع صعب، بس تمت ورشة عمل يومين للتوعية بكل التفاصيل الخاصة بالألغام وبقايا المواد المتفجرة. بعد الورشة بلشنا بالتصميم، مرحلة التصميم. الهدف كان هو دائما نصمم شيء بسيط واضح الرسالة لحتى كل الناس فينا نقول توصل المسج بطريقة سهلة، وخاصة فينا نقول ان احنا هو الخطر اكثر وحيكون عم يكون بالارياف مو بالمدن، فنحن عم نتوجه للمجتمع الريفي. وتمت الورشة على مدى 15 يوم، كانت بصراحة شوي صعبة ومتعبة خاصة للشباب طلاب كلية الفنون الجميلة، بس كانت النتائج كثير رائعة، وإن شاء الله فينا نقول بهاليومين حيكون في نشر لهي اللوحات ال 15 لحتى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لحتى كل الناس تشوفها، وبيكون لنا يعني نحن هدفنا بالنهاية إنقاذ الأرواح وحماية الناس دائما. نعم، وخاصة انه يمكن الفن كمان بيساهم بالرسائل المجتمعية والتوعوية وحتى الإنسانية. نادية، أنت أحد المشاركين أيضا بالمعرض، وخلينا نحكي شوي اليوم كيف تمت ترجمة خطورة الألغام بلوحات فنية؟ تم ترجمتها بشكل واضح مباشر لحتى المتلقي يقدر توصل الفكرة بثواني، لأنه الفن ممكن نحن نحطه بشكل نعالجه بشكل بسيط أو بشكل معقد. بهي الفرصة كان إنه نحن لازم نوجه الرسالة بطريقة مباشرة ومبسطة وموجهة. ف إيه هيك. شو اخترتي؟ شو كان العمل اللي اشتغلتي عليه؟ العمل اللي اشتغلت عليه الرسالة اشتغلت على مشهد أطفال عم يلعبوا بالكرة، واحد من رفقاتهم بيتعرض لانفجار لغم؟ لا ما بيتعرض، بيشوف هاون بصير بده يروح يستكشف فيه، ورفقاته بيرتعبوا بصيروا بينبهوه. مشهد كتير بسيط، بس هي الفكرة لحتى تكون كتير واضحة وتوصل بسرعة للمتلقي. نعم، يعني بشار، اللوحات الفنية لما تحمل رسالة توعوية، في بعض الفنانين بيحبوا تكون رسالة مباشرة والبعض بيحبوا أنها تكون غير مباشرة. أنتوا اليوم هي الرسالة اللي حبيتوا أنه تشاركوا وتساهموا فيها بالتوعية من مخاطر الإلغام، اللي للأسف كتير بالفترة الأخيرة بسوريا سمعنا عن حوادث طالت الأطفال أكثر. كيف حبيتوا توصلوا الفكرة، ترجموها، الطريقة اللي أنتوا حبيتوا تتنافسوا فيها حتى توصل الفكرة لكل الشرائح؟ الحقيقة دائما الفكرة الإعلانية هي يفضل تكون غير مباشرة عفوا، بس نحن بهذا المشروع بالذات لأنه توجهنا للأرياف حبينا يكون كتير مباشر، لأنه هي خطر، مو أنه يعني إعلان لشيء منتج أو شيء، هو خطر. فحبينا نوصل رسالة مباشرة.
بس ضمن اللوحات بصراحه كان في توجه لكذا شريحه، يعني في لشريحه الكبار، لشريحه الشباب، لشريحه الاطفال، مشان نحاول نوصل لكل الناس، لانه كل الناس معرضه للخطر. تمام. وبصراحه اكثر شيء الاطفال، مثل ما حكت ناديه انه الاطفال وين بيلعبوا بالطابه بالاريات، بيبعدوا عن الاماكن السكنيه، وهون بيكمن الخطر. فكان تقريبا نص اللوحات موجهه بصراحه للاطفال لحتى يتنبهوا. وطبعا لا شك انه دائما الفن هو حامل لكل الرسائل، وحامل قوي فينا نقول، بيوصل رساله بهدف للهدف، لانه دائما اي انسان بيحب يشوف شيء جذاب. وليش لوحات فنيه؟ لانه اليوم بتعرفوا المعلومات ووسائل التواصل، في كافه انواع المعلومات والاخبار وكذا، فالانسان هلا اليوم ما بيوقف غير عند الشيء الجذاب والحلو. فهي لوحه فنيه بتطلع عليه لوحه فنيه حلوه كثير، بتدقق فيها بتشوفي رساله. فهذا الهدف، انه اول شيء تصير انتباه، نتفحص الرساله، بعدين تاثر فينا. يعني اذا ما اثرت في الرساله فبتكون هدفها غير محقق. وهذا دائما نحن بنحكي، يعني هلا بهي ورشه وسابقا، عن اهميه الفن للمجتمع، اهميه الفن لحتى يطور المجتمعات، لحتى اليوم الفن بيحمي الناس. تمام. وهي اهم صراحه نقطه انا حابب اركز عليها اليوم، انه نحن لازم نشتغل دائما نوصل الرسائل او التوعيه الاجتماعيه، ان كان بالالغام او بالصحه او باي مجال معين، لازم نتجه للفن، الرسم، اللوحات، الالوان، لانه هي خاصه باليوم بوجود وسائل التواصل الاجتماعي الكثيفه، عندنا منابر، يعني فينا نحط لوحات قد ما بدنا، فينا نحط رسائل قد ما بدنا. الالوان اللي استخدمتوها شو هي؟ الالوان يعني كمان اللون مهم. طبعا كل الالوان المستخدمه كانت الوان جذابه مشرقه، مثل ما حكينا، لحتى تثير الانتباه. تمام. والفنان بطبعه بيحب الالوان، فهذا الشيء يعني فينا نقول تحصيل حاصل. في نقطه كمان مهمه، هي الفنانين الشباب، طلاب كليه فنون جميله ومتخرجين هلا حديثا، الورشة بالنسبة لهم كانت هي بصراحة عملية اختبار فعلي، إن كانوا طلاب أو خريجين جداد لسه ما احتكوا المجتمع وما وصلوا أو ما عملوا أي عمل للمجتمع. فكانت هي تجربة مهمة كتير، وعطتهم ثقة بنفسهم، خاصة هلأ اليوم رح تبلش البوستات تنزل على المنشورات، تنزل على الفيسبوك والناس تصوت لها. تمام. فهي نقطه كثير حلوه، وبتعطي تحفيز كبير للفنانين الشباب لحتى يثقوا بنفسهم ويطوروا من مهاراتهم. طبعا هلا رح نحكي يمكن بالتفصيل اكثر عن اليه التصويت وكيف رح يتم نشر المواد، ولكن بما انه نحن عم نحكي انه في غالبيه من الاشخاص المستهدفين هن الموجودين بالاماكن الريفيه او الاماكن اللي تعرضت لسنوات من الارهاب، وبالتالي فيها مخلفات كثير من مخلفات الارهاب الموجوده، ما كان فينا نقول دراسة لأنه يكون مثلا خطوة تانية من الورشة هي شيء على الأرض، يعني بهي الأماكن نفسها، باعتبار كمان اتصال الفنان بالشارع كتير مهم، وإلكم كان تجربة سابقة بهذا الموضوع وعطت نتيجة أفضل. يعني اليوم صح مواقع التواصل الاجتماعي هي إلى انتشار كتير كبير عن المعارض بالأماكن المغلقة، ولكن الشارع بيضل هو الوسيط الأبرز، وخصوصا مع هاي الفئات. اليوم لما بنرسم قدام طفل او بنشاركه يمكن الرساله بتوصل اكثر، هل في فكره انه يتم العمل على هالموضوع؟ صحيح 100% بصراحه. وحتى نحن اثناء الورشه طرحنا الفكره على وكاله الامم المتحده للالغام وحبوها، لانه عن جد ممكن معرض مثلا يصير يتنقل بالمحافظات بالارياف، فنحن بصراحه طرحناها الفكره وقال بيدرسوها، بنتمنى انه يصير، لانه عن جد بيصير في تماس مباشر، وبدل ما الواحد يشوف اللوحه على الفيسبوك او على الموبايل بطريقه مصغره بيصير يشوفها قدامه ويتفاعل معها ويحكي مع الفنانين الشباب. تماما، خصوصا اذا رسمت بالشوارع او على جدران يمكن بتعطي تاثير اكبر. رسمت شوارع جديده انا رح اخذها منك بصراحه نطرح عليه هون عن جد، لانه ما تخيلي قديش في جهل بالموضوع. نحن بصراحه ما كنا بنعرف يعني انواع الالغام، انا الشظايا كيف شكلها، شو لازم الواحد يعمل، حتى كيف طريقه التنبيه لها، يعني مثلا الحجر كيف بدهنوا نصه احمر ونصه بضل طبيعي مشان يعرف انه بالجهه الحمراء في خطر، ما كنا بنعرفها. هذا الشيء وضحناه بصراحه باللوحات الفنيه،
وان شاء الله يا رب هيك اكيد يعني مشروع ورا مشروع ممكن نطور من افكارنا واعمالنا ونوصل للشريحه المستهدفه. وشو الهدف النهائي؟ انقاذ الارواح، يعني هذا هو طبعاً الهدف الانساني النبيل اللي كلنا بنسعى له ان شاء الله. نعم، يمكن بشار الفن لما بده يسوق لرساله انسانيه بين قوسين توعويه من اصعب انواع الفن، لانه بده يكون كثير دقيق للشريحه اللي بده توصل لها الرساله. ناديه، يمكن عشتوا جو كثير من التنافس والتفاعل ما انكم طلاب كلية الفنون الجميلة عم تحاولوا ترجموا رسالة توعوية مجتمعية بلوحات فنية. خبرينا عن الجو، كان في حماس، كان في تنافس بين بعضكم، كان في تشاركية بالأفكار، عم تاخذوا رأي بعضكم؟ اوكي، كان في تنافس اكيد، كان في خوف لأنه كثير الموضوع حساس وكثير مهم، لانه فينا نحن ننقذ كثير ارواح وكثير عالم وكثير اطفال، فكان كثير حساس وكثير مهم انه نحن نعرف كيف بدنا نوصل الرساله بشكل صح ومفهومه وبشكل سريع. وكان اهم شيء انا بالنسبه لي شخصيا الاطفال، لانه دائما بحس الطفل بيكون ملتهي، حتى لو سمعك اوكي بس بعدين حينتهى ويروح يلعب. فبالنسبه لي كان كثير مهم انه اني اعمل الشخصيه جذابه بس من دون ما الهي عن الفكره، انه اي اوكي انا اطلعت على الشخصيه حلوه كثير، بس شو عم بيصير هون؟ ليه مرعوبين؟ ليه هاد ماسك؟ ليه في اكس احمر؟ والالوان كثير لها دلالات ورموز، فنحن استخدمنا هدول الشغلات. اي بس كثير بهمني اقول انه ما حطيت كل التركيز كيف تطلع الشخصيه واو قبل، حبيت اكثر انه وصل الفكره من دون ما اعمل الهاء للمتلقي. كمان هي فكره مهمه يمكن رح نشوفها بالاعمال رح تبلش تنزل اليوم. خلينا نحكي عن اليه التصويت. يعني بصراحه حينزلوا اللوحات كلهم او التصاميم ال 15 على صفحه صندوق الامم المتحده للسكان اللي هن كانوا الراعي للمشروع، وحيضلوا تقريبا 6 ايام، وتصويت بس انه يكبسوا على زر اللايك او الاعجاب، وخلال 6 ايام بنشوف بقى مين اكثر اللوحات تفاعل اللي اخذت فينا نقول تفاعل، وهي في 3 جوائز الاولى والثانيه والثالثه. فبتمنى من كل المشاهدين يصوتوا للفنانين الشباب، اول شيء للتوعيه، ثاني شيء لدعمهم طالما هن هلا طلاب سنه ثالثه ورابعه وخريجين جدد، ندعمهم ونعطيهم حافز لقدام لحتى يضلوا ابدعوا ويساعدونا فينا نقول بالتوعيه وبالاشياء الحلوه بسوريا. نعم، نحن بنقول لكم موفقين وان شاء الله بهالمهمه. سهله مثل ما بيقولوا، سهله صعبه مثل ما بيقولوا، سهل ممتنع. بنتمنى لكم التوفيق، وفعلا يعني قد ايه حلو اليوم طلاب كليه الفنون يكونوا مشاركين بهيك مهمه انسانيه، مو غريب على السوريين، بكل الاحوال يكونوا الفنانين جنب بعض. نشكرك يا بشار ويا ناديه، موفقين. شكرا لكم. شكرا لكم وشكرا لوجودكم، نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم دائما باعمال هادفه تخدم المجتمع اكيد. شكرا ان شاء الله. ميرسي. صباح الخير.